جايز الحمد لله وصلنا بالسلامة ونواصلين. شوفوا المنظر، هذا المطار، شوفوا البحر، خيال خيال خيال. بس كمية رطوبة أنا مو قاعدة أتنفس. شوفوا هذه شنطتي، ما بقى ولا أحد ما طقطق عليها. ترى مسافرين بس 4 أيام وشوفوا كبرها، صدق ما أدري وش حطيت فيها. قبل شوي عيونا هيا، إيش تقولين؟ علينا تعالينا، وش كنت تقولين؟ طبعاً بتغرق البوت من شنطة فراح اللي كنا في الثلاجة. يلا جايز بنركب. أنا أول واحدة. لا تبعي. طب وش أسوي؟ وين أروح؟ أركب ويتخرج هو وين أروح؟ خيال خيال مكيف obsessed. شوفوا بس ال refreshments. And also, and then in the villa, شوفوا كم درجة حرارة، هذه درجة حرارة الرطوبة يمكن مليون. شهد قررت صح، عيونة ملكة السفرة. حماس مليون. يلا والحين بنروح للفيلا حقتنا. الفيلا حقتنا بتكون بحر ولا شاطئ؟ Hey guys, welcome to my villa. يلا اليوم أبوريكم فيلتنا اللي على البيتش. بكرة إن شاء الله بنكون في الفيلا اللي على البحر. أول شيء عندنا السرير، بعدين عندنا سرير هيونا. شوفوا الأوتدور شاور لو سمحتوا، خيال. بعدين عندنا السينكس. We got everything guys. لا تعلقون على شكلي، توني جاية من المطار. عندنا هيونا قاعدة هنا relaxing. Is that what you're doing هيونا؟ هذا it's complimentary، احنا ما طلبناه فلا تعلقون. ما راح نستخدمه طبعا. My favorite part. شوفي شلون ترى تصيرين اسود انت. I'm obsessed. يلا كمان. عندنا outdoor pool والبيتش، هذا هو. طبعا احنا القهر اننا واصلين بالسانست، يعني ما يمدينا الحين نسبح. وطبعا هذه girls trip مع بنات خالتي فمستانسين بشكل. الرطوبة والحر شيء ما تتخيلونه. سلمي عليهم. هاي. شكلي ابدا ما يهيئ لهالمكان. احس مره غلط. يلا الحين بناخذ شاور ونستعد للمالديف. الشراب. الشراب يا المكان خرافي. وهذا البول ما اتوقع بنستخدمه لان احنا حرفيا جايين للبيتش. وبنسكر البيبان عشان ما تجينا براسي. A little longer than a few minutes later. طبعا لبست وتجهزت حرفيا لوك اللي ولا شيء. شوفوا شلون، خليني اوريكم الاضاءة حلوة. حرفيا ما حطيت ولا نقطة ميك اب، بس جل حواجب وتنت فقط ورايت.
في السفر ما لدي مكياج، بالذات في المالديف حرفيا ما في الا انتم والبحر والناس اللي معاكم. طبعا الحين اخواتي طلعوا وبنات خالاتي كلهم رايحين في الفيلا اللي هي بتصير فيها قعدتنا وسوالفنا في صاله هذيك الفيلا، فانا الحين بروح لهم. سمعت انهم بيسوون قهوه، شوكليت، ميوزك، نروق. ايوه تخيلي قبل شوي وانا اتجهز امطرت، تخيلوا ان شاء الله بكره يكون شمس عشان يمديني اسوي التان. ويقولون عاد تان المالديف غير، شايفين كيف هذا البفور، ترقبوا الافتر. وعندنا اليوم بعد عشاء في الريزورت، فيلا البس سليبر وبطلع. شايفين كيف الناتشرال لوك، هذا احلى شيء بالمالديف، ما تشوفين ولا احد، استرخاء، استجمام، كل شيء والله العظيم تحسين مديتيشن. كاميرا معليش من الرطوبه صايره كذا. شوفوا هنا نعطيكم تور، هو مستحيل الكاميرا مرة مغبشة. هذا أطول مسبح في المالديف من هنا ويمتد يكمل إلى هناك. بس يعني ما أفهم اللي يجون المالديف، يعني مثال أنا يوم يدقون علي هلا وينك؟ يلا جاي أنا في الطريق. يلا يلا يحتروني. ايه اكمل سالفتي اف الكاميرا. المهم المالديف احس حالاتها اني اروح في البيتش، ليش مسبح؟ صدق انا ما افهم، في ناس فقط مسابح، اما انا احس يعني بستفيد من البيتش، مرة احلى البيتش من المسابح، فهمتوا؟ بس والله واضح ان ما عندي سالفة. بس يعني مشكلة البيتش انه شوي يقرف، انك تشوفين مخلوقات انك تشوفين اسماك ومخلوقات غريبة، هذا اللي يخوف. بس يعني اللون وكيف البحر صافي، خيال خيال خيال. بس فكرة انه فيه كذا اسماك، حرفين اسماك وانتي تمشين تشوفينها، هذا اللي يروع. يما بالله شوفوا ايش جابت بنت خالتي، هذولي فناجيل مخصصة للمالديف. شوفوا شلون الكياتة مستحيل. ونعيد ونكرر ترى هذا it's non-alcoholic. شوفوا شلون sparkling، ما في كحول، تكفون. شوفوا السناكات اللي جايبينها. مستحيل مستحيل، هذه 4 أيام تخيلوا، 4 أيام فقط. بس ترانا 8 أشخاص. وصلنا العشاء حقنا لليوم، قال لنا انه انديان واريبيان ريستورانت. شوفوا شلون المكان رايق. The following day. الحين انا وهيون بركب هذا الكاياك، اخذنا الاثنين. طيب راحت. ما عاد نشوفها، استعدة هيا. صب رجع الكاميرا أخاف عليكم. يلا بنودع هذه الفيلا، بنروح فيلل اللي أوفر واتر. قلنا نجرب الثنتين وحسينا إن بتعجبنا الأوفر واتر أكثر، قررنا نطول فيها. طب وريهم الأوتفيت حقي. طبعا الأوتفيت حقي حق النقلة اللي بننقلها للفيلا الثانية، لابس الروب حق الريزورت. جايز من كثر ما أنكم ما راح تشوفون أحد، ما يهمني هذا الوضع، ترى حتى صبا شوفوا يعني مو بس انا. وصلنا. The next morning. يا صباح الخير. انا والله بصيح بصيح من الرطوبة مو طبيعي، ابي اصور لكم. هو ما صارت، ما قد صارت كذا الكاميرا تغبش. طبعا حاليا وانا اصور لكم الساعة 5:45، قاعدين تشوفون السن رايز. شوفوا شلون الموية صافية، هدوء والله مو طبيعي، والله العظيم مو طبيعي. توني قايمة في المالديف، النوم نومنا بزيادة زين. أنا يوم كنت في الرياض كان نومي مرة شين، ومع العيد وكذا فتواصلون وما أدري وشو، فجأة أول ما وصلنا زين 6:15 وقايمين. وأمس بعد قايمة 5:30 ورحنا سوينا يوغا الصباح. يعني أنا ما أذكر آخر مرة قمت الساعة حرفيا قايمة 5:30 بنفسي.
تخيلوا بدون منبه بدون شيء وعلى كذا شبعانة نوم. وهذا وانا امس ترى قيلت كذا الساعة 3 نمنا ورحنا للعشاء، بعد العشاء نايمين يعني نوم مو طبيعي، بس يعني تتعبون من السباحة وكذا. بعد شوي ما بعد حتى فتح الفطور، تخيلوا امس شفنا بيبي شارك. ابي اشوف اذا يمديني اوريكم الحين شيء، بس يقولون ان الصباح ما راح تلقين اي شيء، بس يطلعون المخلوقات كذا على العصر. او ماي جاد ايش هذا يما؟ سو ذيرز لايك نص كراب. يلا نفرش اسناننا. أهم ستيب في الحياة. وإيه تخيلوا إنها تمطر في الليل، بس إذا قمتي الصباح تكون السماء صافية. واقي شمس بحطه على جسمي عشان بنروح إذا على بال ما نروح الفطور بتكون الشمس طالعة. وأنا أحترق بسرعة على فكرة، وماني خلقي أحترق في هالسفرة. حرفيا أستخدمه ككريم جسم، تخيلوا لذا الدرجة. يلا لبست. يلا يلا جايين. طيب بستناك انا. جهزت وحطيت كل الواقي اللي موجود عندنا، حرفيا استخدمته ككريم جسم. بروح افطر الحين. هذولي سياكلنا الساعة 6 الصبح جايز. الى الان مو مصدقة ان فرح جاي من 6 الصبح بدون الارم. 5:30 بدون الارم. هذا ماي فوتبول للأسف نسيت أصور لكم إياه. هذه البقايا.